هل للدعاء أماكن وأوقات استجابة وإجابة؟ ربنا سبحانه وتعالى من جمال حكمه ولطيف ربوبيته إنه بيدلنا وبينقلنا وين الأماكن اللي ندعو بها. قال لك في الحرم، قال لك وإنت ساجد، قال لك وإنت رافع من الركوع، قال لك في أماكن، أماكن وأزمان. هذه الأماكن أرجى، مش معناته الدعاء إذا كان خارجها باطل، لا. قال لك إذا وصلت إلى هذه الأماكن فانشغل في العبادة. فجعل ربنا سبحانه وتعالى أماكن وأزمان الدعاء فيها أقرب للاستجابة، حوافز أكثر للاستجابة، والمسلم على الأغلب يتلمس هذه الأماكن.